بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. من فضل الله تعالى على أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، إنه رزق هذه الأمة على مدار التاريخ الإسلامي أئمة مباركين قيدهم لحفظ الدين الحنيف، وربنا سبحانه وتعالى فتح لهم بمعرفة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم في أزمنة فارقة في تاريخ الإسلام الحنيف، جندهم لخدمة الإسلام والمسلمين، ألهمهم حفظ القرآن الكريم ومعرفة علوم القرآن، وأمدهم سبحانه وتعالى بمدد معونته فيسر لهم وأعانهم على حفظ الحديث الشريف ومعرفة طرقه وعلومه. فأبدع المسلمون وأئمة الإسلام وابتكر وبلغوا مبلغ كبير جدا وعظيم في علوم القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية المطهرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذاع صيت يعني كم كبير جدا من هؤلاء الأئمة الكرام في علوم الدين الحنيف. يعني لا يغرنا من يقول بأنه من الذي قال بأن هؤلاء أئمة، إلا أنه مفتقر إلى قراءة التاريخ الإسلامي، والأمور كلها واضحة وبينة، لأنه كان في كل جيل من الأجيال على مر تاريخ الإسلام الحنيف أهل علم بيشتغلوا في العلم ولهم طلبة يطلبون العلم، وفي نفس الوقت هناك أئمة بيرجع إليهم لأخذ العلوم منهم في شتى المجالات. وحركة العلم والتعلم دي نشطة جدا منذ زمن التأسيس وهو زمن النبوة الشريف، فبزغ في كل جيل وفي كل طبقة أئمة وعلماء كرام، ذاع وانتشر بعض منهم والبعض الآخر في كتب العلم وفي كتب السير والتاريخ. شهد لهؤلاء الأئمة بالعلم أهل الاختصاص من معاصريهم،
وكذلك من لاحقيهم الأجيال اللي جت بعدهم، الأئمة دول تزاحم على أبوابهم طلبة العلم عشان يدرسوا ويتعلموا ويعرفوا ويفهمون، سواء في رواية الحديث أو في فهم الحديث الشريف وفي سائر علوم الوحي الشريف. وصار مجموعة وصاروا يعني هؤلاء الأئمة وغيرهم في الفقه والحديث الشريف، وخدموا الحديث الشريف وعلومه، وذلك حق وما دونه باطل مهما شغب عليهم أهل الباطل والزيف أدعياء العلم والتنوير. كان من أوائل الأئمة المشهود ليهم سواء من علماء عصره ومن من جاء بعده، كان الإمام مالك رضي الله عنه، أو كما يلقب بإمام دار الهجرة المدينة المنورة. الإمام مالك اتولد في وقت مبكر، يعني الإمام مالك ولد 93 هجرية وتوفي 179 هجرية. الإمام مالك اللي اتولد 93 هجرية يعني شاف مجموعة كبيرة قريبي العهد بزمن النبوة الشريف، وروى الحديث الشريف، وكان له مؤلف اللي أشرنا إليه أمس. هذا المؤلف مؤلف الإمام مالك، وهو موطأ الإمام مالك اللي قعد 40 سنة كاملة بينقح في الموطأ وبيهذب الموطأ، وكمان ألف الموطأ على الأبواب الفقهية. يعني إيه الأبواب الفقهية؟ اللي هي تبتدي بالطهارة، أنت أي كتاب فقه يبتدي بالطهارة، وبعد كده الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم المعاملات، ثم الجنايات، وهكذا. فهو رتب الموطأ بتاعه على وفق الأبواب الفقهية. والحقيقة أنه كتابه الموطأ بيعد مش بس كتاب حديث، كتاب فقه وكتاب حديث. الموطأ خلاصة لجهود هذا الإمام المحدث الكبير الإمام مالك خلال 40 عاما. الإمام مالك ابتدى دراسة العلم بدري. الإمام مالك أجيز للتعليم من أكثر من 70 فقيه في المدينة وهو عمره حاجة وعشرين سنة، لأنه بدأ دائرة العلم والتعلم من بدري جدا، فكان متقنا في بابه رحمه الله تعالى، بيتحرف في المتون، اشتغل على نص الحديث كويس، وينتقي في الأسانيد اللي بينقلوا الحديث دول، المجموعة دول، الرواة دول، ينتقي في الأسانيد، وبين العلماء وتكلموا كثيرا سلفا وخلفا، سواء من العلماء القدامى أو في الجيل أو من جاءوا بعدهم أو حتى في الجيل المعاصر، كل دول تكلموا إنه أحاديث من أهل الاختصاص، مش من عوام الناس، من أهل الاختصاص، تكلموا بأن أحاديث الموطأ كلها صحيحة. الإمام مالك الموطأ اللي قعد الإمام مالك 40 سنة ينقح ويهذب في كتابه، وعايزه يخرج في أبهى وأجمل صورة وأيسر طريقة على طلبة العلم، لأنه هو كان يدرس ما كتبه، وكان بيأتي طلبة من كل مكان. يعني أصل هو الإمام مالك اتبع في الموطأ بتاعه إن هو بيقدم في كل باب، إحنا قلنا رتب بقى لأبواب الفقهية، فبيقدم في كل باب الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الأصل هو المعلم، هو الهادي إلى كل خير صلى الله عليه وسلم. فبيقدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتبعه بعد ذلك بالآثار الواردة، يعني الأقوال الواردة عن الصحابة الكرام والتابعين الأبرار رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبعد كده بيذكر أحيانا عمل أهل المدينة في بعض الأحيان إذا احتاج إلى أن يذكر ذلك، لأنه هو كان مقيم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يتركها، وكان بينه أهل المدينة كانوا يعملون على ما تعلموا، يعني جيل بعد جيل منذ زمن النبوة الشريف. وكان ضم الإمام مالك لأقوال الصحابة والتابعين في الموطأ بتاعه، في كتابه الموطأ، إنه هو عايش زي ما قلت لحضراتكم بالمدينة المنورة،
مدينة المنورة هي دار الهجرة، دار هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو نتذكر النبي هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، وبالتالي كان بيذكر أقوال والمأثورات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي هم حضروا الوحي والتنزيل، مما جعل الإمام مالك بيعتبر أقوال الصحابة أساس متين وحجة يجب العمل بها وهو رائد في ذلك. كتاب الإمام، الكتاب الموطأ للإمام مالك، من أقدم كتب السنة وأصحها على الإطلاق، وبيتميز بأنه طبعا الإمام مالك اللي هو مؤلف هذا الكتاب كان إماما مجتهدا محدثا كبيرا، يعني بيعمل في رواية الحديث مع إمامته في الفقه إمامة الإمام مالك في الحديث كذلك. وسمع عن الإمام مالك كثير، لما نقول لفظة السماع إنه علم كثير، فكان عنده طلبة علم كتير جدا. سمع الموطأ من الإمام مالك خلق كثير، وتهافت على الإمام مالك طلبة العلم من كل مكان، كانوا بيقولوا من الشرق ومن الغرب عشان يطلبون العلم من الإمام مالك. وإحنا بنحكي كده نستدعي الترهات اللي بيقولوا الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنت لما تنكر سنة النبي أنت كذبت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرت هذا الجهد العظيم اللي قام به الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي تابعي التابعين، أنكرت ومن تلاهم بعد ذلك من أهل العلم الثقات، أنكرت هذا المجهود العظيم الكبير في الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده احنا هو لسه بنقول الإمام مالك مولود 93 هجرية، مش اللي جاي يقولك لا ده أصل ما فاقوش للسنة إلا في الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري، كذبا وادعاء وجهلا بالتاريخ. الإمام مالك كان يأتيه طلبة العلم من كل أرجاء العالم، كل أرجاء العالم اللي هم دخلوا إلى الإسلام وأرادوا أن يتعلموا الفقه وأرادوا أن يتعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمام دار الهجرة. ولما كنت تشوف مجلسه، مجلس الإمام مالك، وتشوف وصف أهل العلم لمجلس الإمام مالك، يقولك ده مجلس وقار وحلم. ما كانش يعني، هو كان رجل مهيب نبيل جميل الوجه، هو كان أشقر الوجه، جميل الوجه، وكانت له مهابة اللي يشوفه يهابه. ليس في مجلسه شيء من المراء، ما فيش حد ولا يقبل، والمجلس نفسه منطبع بالصدق، ما كانش فيه نفاق، ما كانش فيه لغط. كان الغرباء اللي هم بيقولوا من كل حتة يسألونه عن الحديث والحديثين، ما رأيك في حديث كذا وفي الحديث كذا وكذا، ويقروا عليه الحديث. وعلشان كده كما وصف يقولك ربما أذن لبعض هؤلاء الغرباء الذين كانوا يأتونه من الشرق ومن الغرب إنه يقرأ على إيد سيدنا الإمام مالك فيأذن له بالقراءة. وسيدنا الإمام مالك كان له كاتب بينسخ له، بيقوم بنسخ كتب الإمام مالك، اسمه حبيب، يقال له حبيب، بيقرأ كده في المجلس. ومن كتر ما كانوا بيوصفوا مهابة الإمام مالك ما حدش يقدر يقرب منه، ولا من يعني لا يعني لا يستطيع أحد منهم أنه يقرب أو يدنو منه ولا ينظر في كتابه، بيوقروه. وهو كمان كان يعطي للعلم حقه، عنده كاتب، والكاتب ده يقعد ويقرأ الحديث ويبدأ الإمام مالك في شرح هذا الحديث وهكذا. فكانت له هيبة وله إجلال من طلبة العلم، وكان لا يدع شيئا من العلم إلا بينه وشرحه ووضحه. وحتى كان حبيب ده اللي هو الكاتب بتاع سيدنا الإمام مالك إذا بدأ يقرأ فأخطأ فتح عليه مالك بالتصحيح يصحح له، وكان ده قليل جدا من حبيب كاتب الإمام مالك. من أشهر شيوخ الإمام مالك الإمام نافع. الإمام نافع ده كان مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب، مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب، تلميذه النجيب الإمام
مالك تلميذ نافع. شوف سيدنا نافع ده أخذ العلم عن مين؟ عن سيدنا عبد الله بن عمر. مين تلميذه؟ الإمام مالك. شفتوا سلسلة الرواية؟ يبقى أنا عندي مالك روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، دي سلسلة الرواية، كل تلميذ يروي عن شيخه، وهكذا بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عايز أقوله إنه سيدنا الإمام مالك قرأ العلم وأخذ من نافع مولى عبد الله بن عمر، وابتدى الإمام مالك طلب العلم بدري جدا. بيحكي سيدنا الإمام مالك فبيقول كنت آتي نافعة، نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر، وبيقول وأنا كنت غلام يعني صغير في السن حديث السن، وكان بيجي معايا كمان غلام صاحبه كده يروح، فبيقول فينزل من درجة الإمام نافع يعني فيقف معي ويحدثني، كان هو دايما يقف له على الباب، سيدنا الإمام مالك يقف لنافع على الباب لطلب العلم. شفتوا طلبة العلم قد إيه الإخلاص في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد إيه أنه غرس العلم في نفوس الصغار مبكرا ينتج لنا الثمرة بتاعته، نجد أئمة كبار. فكان يقف على باب الإمام نافع سيدنا الإمام مالك ليطلب علم نافع رضي الله تعالى عنهما. وبعدين بيقول كمان يقف وينزل لي، كان مهتم به الإمام نافع لما وجد فيه من الحرص على طلب العلم، ويحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا تحفظ الحديث، من هنا قيد الله أئمة يتلقون الحديث الشريف. وحتى كان سيدنا الإمام مالك يقول وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد، يعني أنا اللي كنت بروح بقى أروح لنافع وأطلب العلم من، هكذا بيؤرخ الإمام مالك لتلمذته على شيخه الإمام نافع. يعني طلب سيدنا الإمام مالك للعلم وبالذات رواية الحديث كان بدري جدا، يعني كان مبكر، وتصدر للفتية زي ما قلنا لحضراتكم والرواية وهو حاجة وعشرين تقريبا 21 سنة، يعني بعد ما أن أجازه علماء زمانه لذلك رضي الله عنه وعنهم. يعني كانت في مدارس علمية، نعم هي مش لازم تبقى مدارس وجامعات ومعاهد أشبه بالموجودة في العصر الحديث، لكن اللي موجود في العصر الحديث ده اتبنى على غرار ما كان سابقا، إنما كانت المساجد هي منابر العلم والتعلم، وكانت هناك أهل العلم وكانوا أصحاب حلق يجلسون في المساجد ويعلمون الناس العلم، تخصصوا في ذلك، وهذه المقصود بالمدارس العلمية التي كانت في زمانهم. ولذلك كان الإمام مالك يعلم أنه يجب أن يؤخذ العلم عن ثقة عادل ضابط، وهو بيلخص ده من خلال مشوار حياته الطويل، وفي نفس الوقت بيضبط المنهج العلمي لطلبة العلم. فبيقول لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سواه، لا يؤخذ العلم من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان بمجرد قبل الكذب وبيكذب ما يؤخش عنه حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان لم يتهم في ذلك، يعني لم يتهم في أنه يضع الحديث أو بيألف حديث وينسبه. وقال كمان ولا يؤخذ من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به. يعني ممكن يكون واحد ورع تقي من أهل الصلاح والعبادة، لكن مش من أهل العلم، مش من أهل الحفظ، مش من أهل الاختصاص. فده بيعكس لنا نموذج من المنهج العلمي الذي سار عليه الإمام العظيم الإمام مالك، ورحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة.
اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بنستقبل أسئلة حضراتكم بنجيب عنها تباعا كل يوم أربع من كل أسبوع. أرجو شدة الحذر من سائر الصفحات المزيفة اللي بتصدر فتاوى وآراء ومقالات، وأنا الحقيقة أبراء من كل هذه يعني الصفحات. نرجع كده، أستاذة وفية، أستاذة وفية تفضلي يا فندم. أنا معا. تفضلي يا فندم، أنا مع حضرتك. ربنا يديك الصحة الأول. آمين يا رب، آمين أجمعين. إحنا أنا بس بقرأ قرآن، أنا بقرأ قرآن لحد النهار ما يطلع فصل الفجر، بقرأ قرآن لحد الصبح. تمام. بنقرا صباح تذكرة الصباح والمساء ولا نقرا قرآن؟ انا بسمع ان قوليلي القرآن بياخد عمرة اما الشمس بتطلع. معلش ما فهمتش السؤال، حضرتك بتقولي تقري قرآن ولا تقري ايه؟ بقرا قرآن بعد الفجر. تمام. ايوه صباح والمساء تذكار. حضرتك بتقولي يا اقول القران ولا اقول اذكار؟ يعني حضرتك بتقولي اقرا القران ولا اقرا اذكار الصباح والمساء؟ حاضر. استاذ تمام يا استاذه وفيه، حضرتك بتسالي كده انا فهمت السؤال، في حاجه تانية؟ شكرا يا استاذه وفيه. معانا استاذه سماح، تفضل يا فندم. يا دكتوره ربي يبارك لك يا رب. امين امين قوي، ربنا يعلم. احبكم الله وجمعنا الله على منابر من نور يوم القيامه. اللهم امين يا محبتك. رب العالمين. عندي سؤالين ليكي والنبي يا دكتور. تفضلي ست كل. السؤال الاول انا دلوقتي عايزه صلاه اصليها ربنا يستجيب مني وشك قربي، يعني دي امليه يفكها يا رب من عنده. امين. وعايزه دعاء اقوله على طول، ده اول حاجه. الحاجة الثانية، ما أنا بنتي عايزة الدعاء اللي أنت عايزة تقوليه على طول في معنى معين ولا مطلقا يعني؟ لا عشان خاطر يعني دي أملية. دي قمالية. حاضر. دي سؤال. السؤال الثاني، تمام، يعني عايزة أتجوز بنتي، يعني في حد هيتجوز بنتي بس بعقد مؤقت 6 شهور. هذا مهم جدا. أنت حاسة إن حد أنت حاسة حد بيقومهم يعني؟ انا ما اعرفش بقى، هو يعني مثلا ممكن تلاقي في البيت، ممكن اخواته البنات، ام وابوه. انت بقالك قد ايه يا استاذ زينب؟ انا متجوزاه يعني بقالي سنه ونص، وربنا اداني منه جودي. يعني خلفتي؟ خلفت جودي. طيب حاضر، شكرا. انا بجد والله انا هقول بعض النصائح وسالي الله التوفيق، وعلى الله على الله
قصد السبيل. هنطلع للفاصل وبعد الفاصل نبدأ في الرد إن شاء الله تعالى. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الست وفية بتقول هي بتقرأ القرآن عقب صلاة الفجر مباشرة، الأولى تقرأ القرآن ولا أذكار الصباح؟ يعني الأولى بعد ما أنا بصلي صلاة الفجر إن أنا بختم الصلاة وابتدي أقرأ أذكار الصباح لأن ده وقته، وبعد كده لكل وقت زي ما احنا دايما عارفين الوظيفة بتاعته. انا صليت خلاص وكده من باب ان انا بقول الاذكار ما بعد الصلاة على طول اردفها باذكار الصباح بما اننا بنستهل اليوم. وقراءة القرآن الكريم موجودة مع حضرتك على مدار اليوم وربنا يتقبل، وممكن بعد ما تخلصي اذكار الصباح تاخدي جزء من القرآن اللي انت بتقريه ربع قدر الايات اللي انت متعودة تقريها. أصيبي من الخير وداومي عليه قدر طاقتك وإن قل، نسأل الله سبحانه وتعالى دوام القبول. الأستاذة سماح بتقول عايزة صلاة أصليها عشان ربنا يفك الكرب، ودعاء إن هي تقوله على طول عشان يعني في ضائقة مالية. أنا هقول لحضرتك بس الأول في مثل هذه الأمور لازم المؤمن يتسلح بالصبر مع الدعاء والصبر الإيجابي. إيه الصبر الإيجابي؟ الصبر الإيجابي اللي هو أنا بسعى، أنا في ضائقة مالية بسعى قدر اللي ربنا يفتح بيه، وأنا بسعى وعلى الله سبحانه وتعالى الرزاق إنه يرزق. يبقى لازم الإنسان ياخد بكل الأسباب المعينة ويتوجه بقلبه بصدق إلى الله تعالى، وأنا بسعى وباخد بالأسباب أصلي ركعتين ولا ألتفت فيهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى قضاء حاجة، أسأل الله من خير الدنيا والآخرة. والإنسان عليه برضو أنه يلتزم الأذكار الواردة قدر طاقته، مثلا بسم الله على نفسي، بسم الله على ولدي، بسم الله على مالي. إذا الإنسان وجد عنده عسرة كما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يقول بهذا الذكر بسم الله على نفسي، بسم الله على ولدي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، أقدر بقى أن أنا أخذ من نص الحديث وأعدد كما أشاء وأسأل الله سبحانه وتعالى السعة والرزق الطيب. كان من النبي عليه الصلاة والسلام يسأل بعد صلاة الفجر العلم النافع والرزق الطيب المبارك، فإحنا كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى. ومن المجربات إن الإنسان يقرأ من مجربات العلماء والربانيين إنهم يقروا سورة الشرح 40 مرة ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه. كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا وارد وحتى جاية في أذكار الصباح وأذكار المساء الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لي حاجة ملحة أكثر من الصلاة والسلام عليه وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله مع الأخذ بالأسباب يا صاحبة السؤال. سؤالها الثاني انه عليهم دين هي اخدته، وفي واحد صاحب الدين 54 سنه وبنتها صغيره عايز يتجوزها بعقد مؤقت عبال عشان ما تتحبس. يعني الحاجات دي الواحد ساعه ما يجي يجاوب عليها بيبقى بيمسك نفسه. يعني لازم نبقى عارفين انه الزواج له شروط واركان، لو تمت الشروط والأركان بيقع هذا العقد صحيحا سليما، لكن اشتراط التوقيت في العقد لا يجوز. أنا هتجوزك 4 شهور لا يجوز ولا ننصح بفعل ذلك أبدا، وده يعني ما فيش مروءة، إن ليس عنده مروءة أنه يعمل كده معاكم، أنه مقابل ده ياخد ده. فإحنا بننادي أهل الخير باستنقاذ البنت وأمها من مثل هؤلاء الأناس أشباه الرجال اللي ممكن يتصرف مثل هذا التصرف. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وسأل الله الفرج، وحاولي اسعي في الأماكن اللي الناس بتقرض أو الناس بتحل الأزمات دي، وإحنا برضو من خلال قلوب عامرة ولو عندك البيانات بتاعتك وافية مستوفية
البيانات بتاعتك دي، إذا أي حد من أهل الخير طلبها إحنا عقب الحلقة بنسلم الطرفين لبعض، ولكن بيستوثق كل طرف، الطرف يستوثق من خلال البيانات إنها أهل احتياج، إحنا مش جهة لا تحقيق ولا إثبات بأنه من يقول شيء هو صادق أو غير ذلك، لكن إحنا يعني على طول بناخد كلام حضراتكم بالصدق وكل شيء، لكن اللي هيحب يساعد هيحتاج الأوراق التي تثبت ذلك، وإن شاء الله أهل الخير يعني يستنقذوا هذه الفتاة وأمها. الأستاذة زينب مطلقة ومعاها بنوتة من زوجها الحالي، وهو عنده ولد وبنت من زوجة أخرى، وبتقول إنه الولاد بيشتكوا إنها ما بتقومش بخدمتهم وهي بتفكر تتطلق، بس أنا مش شايفة إن ده صح. أنا خدت تجربة واتجوزت وعندي بنت، فالحياة الزوجية مش فعل، يعني يبقى فيه فعل أو من على طول برد الفعل اللي هو الجذري إن احنا نقطع الصلة، ما ينفعش، لازم نتحلى بالصبر. لسه كنا بنقول نعمة سلاح المؤمن الصبر والدعاء، الصبر الإيجابي مش الصبر اللي معناه اللي قد يفهمه الناس ان اقعد بقى حط ايدي على خدي ومستنيه الحاجه تيجي، لا انا اسعى واجتهد واشوف الولاد دول اللي بيشتكوا مني ايه اللي حصل، ربما انا شايفه نفسي كويسه جدا وانا ما كنتش اديت الامانه اللي بين ايديا كما تنبغي، فابتدي اغير طريقتي، اشوف اسلوبي، ابحث عن، لانه في النهايه دول اخوات ولادي، اخوات بنتي، فلازم يبقى عندي صبر، قدر من الصبر، فضيله الصبر شيء مهم، الحكمه، الحيله، أهم حاجة يعني إنه نحافظ على البيت قدر الطاقة، ومن ما نثرش المشاكل اللي تعمل اضطرابات. وبعدين قولي لزوجك كده، عودي معاه قولي له أنا عايزة أعرف، يمكن لما يقعدوا يتكلموا معاك يحكوا لك فيقولوا لك أنا بأثر في إيه، فأنت تنصحني أعمل إيه معاهم لغاية ما أخد بإيديهم، لأنه من الطبيعي أنت مش والدتهم، أنت في مقامها، فمش من السهل الأولاد يعني يبقوا تحت إيدك بعد سنة ونص مرة واحدة، محتاجة بعض الوقت، فاصبري وسالي الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يرزقك الصلاح والتوفيق فيما أقامك فيه، لكن الطلاق كده على طول لا، لا أرى أن هذا صوابا يا صاحبة السؤال أستاذة زينب. كان في سؤال من أمس معانا نجاوب السؤال، طيب معلش أستاذة منى إن شاء الله نجيبك غدا، نسأل الله التيسير، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء. اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.